السائل عين راء يقول: ما حكم الكتابة في المصحف على جانب من السورة أو على جانب من السورة، مثل كتابة اسم المدرسة أو الطالب أو إشارة الحفظ من آية كذا إلى آية كذا أو ممتاز أو الإشارة على رقم الآية المطلوبة ونحو ذلك، جزاكم الله خيرا. لا يجوز الكتابة في المصاحف، لا على ظهور المصاحف ولا على هوامشها، والواجب احترام المصحف وعدم كتابة أي شيء عليه، بل كان السلف يكرهون كتابة الأعشار وما أشبه ذلك، ويرون أن يجرد كلام الله جل وعلا، فلا يكتب معه كلام غيره. فالكتابة في المصاحف على هذا النمط الذي ذكره السائل ألا يكون من العبث ومن تلويث المصحف وعدم احترامه، وقد يكتب كلام غير طيب أو مزح من مزح بعض الطلاب أو ما أشبه ذلك، فالواجب صيانة المصاحف عن مثل هذه الأمور. نعم. أحيانا فضيلة الشيخ نرى مطبوعة يكتب فيها كيفية سجود التلاوة والدعاء الوارد، وربما تلصق بغلاف المصحف من الداخل أو الظاهر. لا يكتب في المصاحف أي شيء ولا يلصق فيها أي شيء، وإنما تبقى مجردة ليس فيها إلا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا.